الإمارات وسلطنة عمان، تكامل اقتصادي بلغة الأرقام، أسس صلبة وأرضية راسخة، وعلاقات تسير بخطى حثيثة مستندة إلى دعم قوي ورغبة صادقة من كلا البلدين، وأرقام اقتصادية تعكس حجم الشراكة الذي يمتد لعقود مضت بين اثنين من أهم اقتصادات المنطقة. هكذا هي العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، التي تسير بخطى حثيثة لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية. العلاقات المتنامية بين البلدين على مختلف الأصعدة انعكست بشكل بارز على التعاون الاقتصادي بينهما. فمن إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عمان عام 1991 إلى تدشين شركة عمان والإمارات للاستثمار عام 1993 لتحقيق الاندماج الاقتصادي والربط الآلي في المنافذ البرية والنقل البري للركاب والبضائع واتفاقيات أسواق المال وغيرها من الشراكات التي لم تتوقف. بلغة الأرقام والمؤشرات، تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان على مستوى العالم، وهي أكبر مصدر إلى عمان وأكبر مستورد منها. إضافة إلى كل ذلك، إنها تستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عمان من العالم، وبنحو 20% من صادرات عمان إلى الأسواق العالمية. على صعيد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، في عام 2021 بلغ أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9% عن 2020، فيما بلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 أعوام نحو 10%. أما على صعيد الاستثمار، تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان، حيث تسهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 15 مليار درهم، تشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة. أما سلطنة عمان فإنها تعد ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي. شراكات تجارية قوية وعلاقات تاريخية تعكس حالة الروابط القوية المتأصلة التي تجمع البلدين وتاريخهما المشترك، التي تزداد نمواً يوماً بعد يوم.